انا مبسوطه ان سيدتي موجوده وانتم ما شاء الله عليكم ما في اي مناسبه ولا ايفنت غير ما تكون موجودين. نورتونا وان شاء الله دائما كذا نشوف وجوهكم الحلو معانا. فعالية كبيرة بتجمع صناع السينما في السعودية وكمان يمكن في العالم العربي كله، تقولي إيه عن شعورك وإحنا في الدورة التاسعة الماضية؟ أنا جدا جدا مبسوطة إن المهرجان قاعد يثبت نفسه سنة بعد سنة، وكثير متحمسة لهذه الدورة بالذات لأن هي جت بعد شوية قطيعة الكورونا وكان في بطء شوية في الإنتاج الفني، فهذه راح تكون جدا مميزة ومتأكدة إن راح تطلع منها مواهب كبيرة. كمان في ضخامة إنتاج، قد إيه كان مهم مش بس الموضوع تمثيل، في ناس ورا اللي بيهايند ذا كاميرا، في كتاب سيناريو وسيدات كمان كتير مشاركات في المهرجان، كمان تقول إيه يعني؟ أصلاً المهرجان مش بس يكون للفن للممثلين وللممثلات والمخرجين فقط، بالعكس المهرجان هو أصلاً الهدف منه إنه يعرف اللي قدام الكاميرا بالناس المهمة جداً واللي لها دور جداً فعال في الفن، الناس اللي وراء الكاميرا أكيد، فراح يكون في خلطة جميلة اليوم وراح نشوف مواهب كتير أنا متأكدة. خلينا نخرج شوية، عايز أسألك، نجاح الميراث حط عليكي مسؤولية شوية إن لازم الأعمال اللي جاية تكون في نفس الليفل ولا مش شرط؟ هذا سؤال مرة صعب، ما توقعتك أنك تسأل على الميراث أبداً، بس الميراث طبعاً زاد المسؤولية لأن يعني إحنا تحديداً من بين كل الممثلين والفنانين كان علينا فوكس لمدة 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات يومياً على أكبر شاشة في العالم العربي، فالحين الخطوة شوية لازم تكون بحساب ولازم تكون مدروسة، بس أنا متأكدة إن شاء الله أن القادم أجمل بإذن الله.